بين متخوفين من الإصابة بعدوى كوفيد-19 داخل المؤسسات الاستشفائية وعاجزين عن التنقل بحرية خلال فترة الحجر الصحي، تراجعت بكثرة عمليات التبرع بالدم، وأصبح الحصول على كيس واحد يستغرق فترة أطول بالنسبة للكثير من المرضى المتواجدين في حالات حرجة. صددنا نتكلموا على أمراض اللي تحتاج في الحالة الاستعجالية مثل حوادث المرور، والأسف شاهدنا في الأسابيع مع شهر رمضان ارتفاع الإصابات وحوادث المرور. نتكلموا عن النساء الحوامل اللي يحتاجوا إلى الدم أو مشتقاته، نتكلموا على أمراض السرطان، نتكلموا كذلك على أمراض الدم، ونذكروا الأمراض الطلاسيميا والدريبانوسيتير اللي يحتاجوا كيس دم كل 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. وضعية صعبة زادها تعقيدا هذه السنة منع صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل وانقطاع عملية التبرع عند المساجد في السهرات، مما دفع الوكالة الوطنية إلى استحداث تدابير جديدة تتماشى مع الوضع الراهن وتسهل جمع هذا السائل الحيوي. هذه السنة مع غلق المساجد وغلق مختلف المؤسسات ومختلف الجامعات إشكال انطرح، فكذلك بنفس لجنة الخبراء اللي اجتمعت برئاسة المدير العام في الوكالة الوطنية للدم اقترحت أنه يكون سهولة تنقل المتبرعين، وعلى هذا الأساس وزارة الصحة بعثت مراسلة إلى كل المراكز حقن الدم باش يمدوا للمتبرعين رخص تنقل استثنائية، فالمتبرع يقدر يتوجه إلى مركز حقن الدم يأخذ موعد وتقدم له يعطيه له رخصة تاع تنقل استثنائية يقدر يجي للمركز في الصحراء. زيادة على تسهيل تنقل المتبرعين، عمدت الوكالة الوطنية للدم إلى تطهير مراكز الحقن بصفة دورية مع تبني المزيد من إجراءات الوقاية على غرار التباعد الاجتماعي بهدف طمأنة المواطنين وتحفيزهم على التبرع.